أحب من البلاد بلاد طه صلى الله عليه وآله وسلم، وطيبته أرى نفسي فداها، ومكته مشرفة وعليا على ما كان من بلد سواها. فكم أما المدينة كل وفد فيحظى بالمواهب إذ أتاها، ويأمن من بمكته ملما وعم الخافقين سنا هداها. فلا زالت يلاذ بها وتسقى بوابل كل سارية رباها، ولا زالت بطيبته غيوث سقاها الله ساقية حماها. منى نفسي زيارتها سريعا، وكم نفس منى نفسي مناها، بها خير البرية من هداها، وأبعد عن بصائرها غطاها صلى الله عليه وسلم.